الوقفة متاع اليوم هي احتجاج وصرخة فزاع من قبل الوالد الشهيد شكري بالعيد الحاج صالح، وصرخة من أجل التباطؤ، من أجل التلكؤ، من أجل التواطؤ، من أجل عدم أخذ الملف شكري بالعيد مأخذ الجدية والمسؤولية. الحاج صالح طلب أنه هيئة الدفاع تساندوا والناس الكل تساندوا في أنه يقف هوني اليوم ويبلغ صوته لوزارة العدل ويطلب منها أنها تتدخل باش وزارة العدل نفسها والسلطة كلها تاخذ ملف شكري بالعيد ما أخذ الجد. وسؤال المطروح واللي مازال مطروح واللي شاد فيه الحاج صالح وكلنا شادين في أننا نعرف إجابته هو شكون قتل شكري بالعيد، وعلى هذه السلطة أن تتحمل مسؤوليتها في معرفة شكون قتل شكري بالعيد. وتحقيق فيه الكثير الكثير من الهينات ناقص ومش واضح وغير كامل، وفما اختبارات ما وصلتش وهو مش حارس أنها توصل، وفما أشخاص متهمين يقع الاستماع لهم كشهود، فما برشة 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 إخلالات اللي المحامين نبهوا لها وتكلموا عليها اللي ما تغير فيها حد شيء. إذن لو كان حاكم التحقيق يتغير عنا أمل أنه مجرى التحقيق يتغير، وهذا الكل احنا نعملوا فيه ومتمسكين به ونسندوا المطلب هذا، نسندوا الحاج في المطلب هذا الحاج صالح، لأنه ما نحبوش نوصلوا للقضاء الدولي.